وقال انا اشكر اللي بعته، لان اللي بعته ده انسان جريء جدا، لان ممكن الحاجات دي يكون ناس غيرنا بتعاني منها بس تنكسف انها تسال فيها. فانا هبتدي بالسؤال الجريء ده قوي قوي قوي. بيقول انا بعاني من مشكله، وهي ان افكار شريره بين قوسين افكار نجاسه فظيعه بتهاجمني جوه القداس والصلاه بالذات، بحاول اتخلص منها ومش عارفه. المشكلة إن عيني ودماغي اتعودوا على المناظر دي، وبالنسبة ليا عادي. أرجو من قدسك إنك تساعدني على التخلص منهم، أو إزاي أتخلص منهم وقت ما بيهاجموني. خلي بالكو عندنا هنا مشكلتين: مشكلة عين اتفرجت وذاكرة خزنت وشطان بيقلب. عارفين يعني إيه بيقلب؟ يعني إيه بيقلب؟ يعني بيطلع من المتخزن. علشان كده أهم وصية ضد حروب النجاسة: الوقاية خير من العلاج. ما تفرجش وما بصش على حاجة حتى لو من باب الفضول، لأن الفضول في الشر شر. وأخزن، لأن لو خزنت الشر جوه دماغي الشيطان هيعمل 100 نيجاتيف ويطلع لي 100 صورة. طيب النص التاني من المشكلة، يبقى النص الأولاني اهرب، ما تتفرجش على اي حاجه وحشه. الحاجه التانيه، لو جالي بقى في وسط القداس اعمل ايه؟ او في وسط الصلاه لازم اصلي اول ربنا. ويا ريت هنا نختبر المطنيات بانسحاق. يعني ايه؟ يعني اقول لكم تدريب حلو قوي: تقف قدام ربنا وتعمل مطنيه. انا مش هحدد عدد المطنيات، لان عدد المطنيات يحددها اب الاعتراف مش وعظه عامه، لكن الفكره ان نعمل مطنيه قد ايه مع ابونا. تعمل مطنيه بتذلل. عارف عن ايه تذلل؟ يا رب انا غلبان، يا رب انا واقف منك وبتسرق منك وبتسرق منك في افكار وحشه بتجرحني وتجرحك، ارجوك يا رب شيلها، ارجوك يا رب شيلها. دي اسمها اللجاجه واسمها الجهاد الروحي. معلش بقى، احنا بصينا على حاجه ولزقت في دماغنا، لزقت ولزقت لزقت لزقه جامده، فلازم اشد حيلي قوي واجاهد قوي عشان ربنا يساعدني انه يطلعها من دماغي. الحاجه الثانيه، وانت بتصلي، يعني ميزه الكنيسه عندنا جوه القداس، مطرح ما تضرب بعينك هتلاقي ايقونات. يعني في كنايس يقول لك ما فيش ايقونات عندنا، حيطان فاضيه بس. لا، احنا عندنا في ايقونه. كلمه ايقونه يعني ايه؟ كل لما تسرح في منظر وحش كده بص للست العذراء، او بص لربنا يسوع المسيح. املى عينك بالصوره الحلوه تطرد على طول الصوره الوحشه اللي في خيالك. طب انا في البيت بصلي بتجيلي افكار نجاسه، وانت بتصلي حط صوره حلوه لربنا يسوع المسيح، يا في ايدك يا في وسط اجبيتك يا على الحيطه. اول ما تجيلك الصوره الوحشه او الفكره الوحشه تروح راشم الصليب وتقول يا رب سامحني، وتروح مركز عينك في عين المسيح تقول له انت حلو قوي يا رب، ساعدني ان انا ما اقعش في الحرب دي تاني. اتفقنا؟ يبقى نمره واحد ما بصش، نمره اتنين اصلي واعمل مطنيات، نمره تلاته صلي وقدام ايدك صوره للمسيح علشان المنظر الحلو يطرد المنظر الوحش. مش لما الواحد بيبقى اكل حاجه مره في بقه متضايق بيعمل ايه؟ بيجيب معلقه سكر يحطها في بقه. احنا عاوزين نعمل كده، نطرد الحلو او نطرد المر بالحلو.